هل صلاة الوتر تختلف عن صلاة الليل من حيث وقتها والدعاء الذي يقال في الصلاتين وكذلك عدد ركعات الصلاة؟ لا، الوتر من صلاة الليل، الوتر من صلاة الليل وهو ختامها، ركعة واحدة يختم بها صلاة الليل في آخر الليل أو في وسط الليل أو في أول الليل بعد صلاة العشاء، يصلي ما تيسر ثم يختم بواحدة، يقرأ فيها الحمد وقل والله أحد، هذا الوتر. فيها كل وتر بقى يقرأ بعد الركوع اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، أو يدعو بغير ذلك لا بأس.